السلام عليكم أعزائي الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى في الكور ديالنا أو لي زيكزيرسيس ديالنا اللي متابعينهم في الكور ديال البلوماتيك، وهذه غادي تكون حلقة جديدة إن شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيها اكزيرسيس آخر في لو كابلاج بلوماتيك. واخترنا لكم ان كابلاج نوفو كابلاج كيف العادة اللي هو على الشكل التالي. عندنا واحد اللي كيقول ان فيران دوبل افي 3 سي نومي 3 سي سميتو 3 سي، واحد دوبل افي فيران دوبل افي كوموندي باغ ان ديستريبيتور بنوماتيك 5 دو، كوموندي لينا بواحد ديستريبيتور بنوماتيك 5 دو 5 دو. مال هاد الفيران دوبل افي كيقول لينا لو بيلوتاج دو 3 دي بلس، يعني 3 دي بلس لا سورتي دو فيران 3 سي اي رياليزي باغ لو بوي دو sur le bouton poussoir pneumatique 3S ou مهم جدا غادي نعرفو علاش، ou par le bouton poussoir 4S، يعني إذا أبينا على 3S ولا 4S يخرج لينا الفيران ديالنا. البارتي الثانية من ليكزيرسيس لو بيلوتاج دو 3 دي موان، يعني لو غونتخي دو فيران 3C اي رياليزي باغ ان كابتور، واحد الكابتور أكالي سميتو 2S1 بلاسي اون فان دو كورس دو فيران 2C، يعني مني غادي نابيي على واحد في هاد لو بوطون بوسوا غادي يخرج ليا الفيران، ومني غادي يسهد كابتور اكالي 2S1 خاصو يرجع لو فيران افان دو كورس دو فيران 2C. Et voilà, il y a la situation de l'exercice. On deux autres, la réalisation. Là, je suis fou en faisant la simulation acteur. Inch'Allah, Inch'Allah. On va dire deux à la barakatillah. Un nouveau projet qui fait là. Faites le projet. On va dire chaud. Là, le cahier de charge de 4 qui fait là. Un verra double effet. سيدي غادي نجيبو ان فيران دوبل افي وغادي نوضعو هنا فوالا. اش اخر كوموندي با ان ديستريبيتور بنوماتيك 5 دو، واحد ديستريبيتور بنوماتيك خاصنا باش كوموندي لو فيران ديالنا النوع ديالو 5 دو فوالا 5 دو 5 اوريفيس دو بوزيسيون. غادي نحتاجو اش اخر دو بوطون بوسوار اي ان كابتور اغالي دو بوطون بوسوار فوالا ان كابتور اغالي غادي نوضعو هنا نديرو ليه بحال هكا بحال هكا. On va démarrer l'exercice. Il y en a. Donc, les éléments principaux, là, on va nettoyer l'exercice. On va nettoyer. Je t'ai bien dit non. Fait l'exercice. Galic. Le pilotage de D3D+ la sortie du vérin est réalisé par l'appui sur le bouton poussoir pneumatique 3S ou par le bouton poussoir 4S. Qui fait que je vais démarrer le lien. On va un élément qui se met lien avec une dire l'opération ou في البنوماتيك اللي هو كيكون على الشكل التالي فوالا ندير لي روتاسيون فوالا ها هو فين هو هاد الإليمون. هاد الإليمون الشرح ديالو و الدور ديالو بسيط كيسمح بالمرور ديال لير كومبريمي إلا عطيتيه ان اوردر سوا ا أو ل، يعني الأوبيراسيون أو، وهذا هو الاليمون اللي كيسمح لينا وهذا هو لو سيمبول ديالو. وغادي نمشيو بعدا لا سورس دالومونطاسيون كومبريسور اي الوحده ديال نمشي هادي جوري فوالا هادي ديال الهيدروليك هادي ديال النوماتيك الوحده ديال المعالجه ديال الهواء المضغوط اللي كتكون على الشكل التالي. وغادي ندوزو لاليمونطاسيون على لي بوطون بوسوار على الشكل التالي فوالا هكا. حنا غادي دقة دقة
وغادي نشوفوا هذا الديستريبيتور، نديروا ليه ان كوموند بنوماتيك كيف ما قالوا هنا، لي دو فاسون ديالو بنوماتيك، نحيد الروسور ديالو، فوالا اوكي. اي فوالا جو بونس لا بارتي الاولى هي على الشكل التالي، هذه هي لا بارتي الاولى. الى ابينا على واحد من هاد لي دو بوتون بوسوار لو فيران ديالنا غادي يخرج. لا بارتي الثانيه قال لك ملي غيخرج الفيران غادي غادي توشي لينا الفان دو كورس وخاصو يرجع. كيفاش غادي نعملو الفان دو كورس على حساب هاد اللوجيسيال؟ كنعملو ليه بحال هكا، هذا غير اللوجيسيال هو اللي كيخدم بحال هكا، اما الشيما راه هي اللي كنخدمو فيها. نديرو ليزيليمون ديال ليزينيتي و لا ديستونس، و غادي نشدو هاد الكابتور و غادي نديروه ان كوموند ميكانيك اكالي. فوالا عندنا الكالي هنايا كيفما كتشوفو الروسور، و غادي نسمو هاد الكالي غادي نسموها بي، يعني لا سورتي ديال الفيران. مي خرج لينا الفيران غادي يمس لينا هاد بي هادي، و غادي شونجي لي كاز ديال هاد البي. غادي ندوزو الاليمونطاسيون الكابتور دو فان كورس، والسينيال دو سورتي غادي ندوه للديستريبيتور بوغ لا رونتري ديال الفيران، وما نساوش ليشابمون ديال الفيران. جو بونس هذه هي الشيما ديال التمرين اللي عندنا، وندوزو للسيميلاسيون باش نعرفو واش صحيحه ولا لا. سيميلاسيون اوكي يس اي فوالا. حتى الان ما عندنا والو، لير كومبريمي هو هذا اللي بالزرق ناصح، واللي بالزرق وبالشيبي بارد راه باقي كاع ما وصلو لير كومبريمي. وغادي نجربو الى ابينا على ان سول بوطون، فوالا جو بونس خدام مزيان، شتوها ولا مشتوهاش نعاودو. الى ابينا ان سول بوطون كيخرج الفيران كيضرب في بي، بي كتضرب لا كلابيت اللي هي كابتور دو فان دو كورس، وكتعطي لو سينيال بور لو ديستريبيتور باش يرجع. نجربو بلوتر بوطون، شتي هي كتتم عملية بالسرعة، ولكن الى ركزتي راه غادي يبان ليك داكشي. الى ابينا على هذا خرج البوطون ويعاود يدخل، ولا ابينا على هذا كيخرج البوطون تعاود يدخل اليد دو كابتور دو فان دو كورس. وهذه هي الشيما صحيحه 100% كيف ما كتشوفوا. ونتمنى تكونوا استفدتوا معنا واحد شويه وفهمتوا لو شيما كيفاش تبريباري ليها وتصايبها. وكان معكم ايوب قاسم كيف العاده، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا. الى حلقه اخرى ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.